لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى، والله عز وجل يتكلم حقيقة غير أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. سبحانه وتعالى عز وجل، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وقوله عز وجل في وصف المسيح عليه السلام: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته أي خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن. كلمته، الكلمة هنا مضافة إلى الله، الكلمة هنا أي كلمة الله، يعني مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. معناها أنه خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إن عيسى عليه السلام خلق بكن وليس هو كن. خلق بكلمة كن فيكون، كما قال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فهذا معنى كلمة كلمته، أي عيسى عليه السلام كلمة الله، أي مخلوق بكلمة كن. وروح منه، روح من يعني روح مخلوقة من الله، روح كائنة ومخلوقة من الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم نفخ فيه الروح: ونفخت فيه من روحي، يعني نفخت فيه الروح المخلوقة من روحي، إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة خلق وتشريف. فعيسى عليه السلام روح من الله، يعني روح مخلوقة من الله، لأن الروح مخلوقة، البشر جسد وروح، جسد وروح. الروح هذه هي التي تعقل تفهم، وهي التي لها إرادة ولها قدرة. وهذه الروح لولاها ككان لكان الجسد تلك التمثال. يعني الروح دي سبحان الله مش موجودة في الفينة، يبقى الجسم بتاعنا ده عامل زي تمثال كده لا حياة فيه. فما الذي يحرك هذا التمثال، الجسد هذا؟ وما الذي يجعله يتكلم ويفهم ويذاكر ويحفظ ويسترجع ويمشي يمينا وشمالا؟ إنها الروح، والروح هذه مخلوقة. ما هي الروح؟ الله أعلم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن هذه الروح هي المحركة للجسد، إذا مات الواحد منا تصعد روحه، يأخذها ملك الموت، وتأخذها الملائكة وتصعد بها إلى السماء. والروح هذه إما منعمة وإما معذبة، وهذا الجسد يكون في القبر.
إما منعم وإما معذب على حسب الروح. الروح إن كانت صالحة منعمة في الجنة فالجسد ينعم في القبر، وإن كانت معذبة في النار فالجسد يعذب في القبر عياذا بالله. إذن هذا معنى كلمة كلمته وروح منه، أي عيسى عليه السلام. فبين الله عز وجل أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وأنه خلق بكلمة كن أن يكون من أم بلا أب، وأن الله سبحانه وتعالى قد نفخ فيه الروح المخلوقة، أي كما خلق بقية البشر. أما عيسى عليه السلام فإنه خلق من أم بلا أب. قوله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم لئلا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا معناها يبين الله لكم لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وهذه من رحمة الله عز وجل بالناس، أن الله عز وجل لم يتركنا لأنفسنا ولم يتركنا لأحد، لم يتركنا الفيلسوف ولا بشر، إنما الله عز وجل هو الذي بيّن لنا شرعه الذي هو مصلحة كله وخير كله ورحمة كله. فانظر في أمر الميراث، الله سبحانه وتعالى وضح وبين. وهذه الآيات التي سمعناها في الصلاة من سورة النساء، سورة كاملة اسمها النساء، فيها أعظم التكريم للمرأة المسلمة، أعظم التكريم، أعظم أنواع التكريم للمرأة مذكور في هذه السورة الكريمة. وذكر الله عز وجل أحكاما جعل المرأة لها المكانة بعد أن كانت في الجاهلية مهانة. المرأة على مستوى العالم في ذلك الزمان كانت مهانة، وجاء الإسلام بعدله ونوره فأكرم المرأة، وأحكام كلها عدل وقسط. انظر مثلا للميراث، المرأة كانت لا ترث شيئا، بل كانت تورث، فجعل الله لها نصيبا في الميراث. فالحمد لله رب العالمين. لذلك نعرف نعمة الله ونحمده عليها عز وجل سبحانه. موسى عليه السلام يذكر قومه بنعم الله عليهم فيقول يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. أي نعمة جعلها الله عز وجل لبني إسرائيل؟ الله جعل فيهم الأنبياء، كانوا يسوسونهم، وجعلكم ملوكا. كيف يكون الرجل ملكا؟ الرجل إن تزوج وله خادم يخدمه فهو ملك. خير يعني انت لما تتجوز وعندك حد بيخدمك تبقى انت ملك. والصحيح ان خدمة المرأة لزوجها واجبة، وزوجتك بتخدمك تبقى قاعد كده على الكرسي وهي بتجيب لك الشاي حد عندك، وقاعد كده وهي تقوم تنظف وتعمل وانت قاعد ملك، مش كده؟ وجعلكم ملوكا، هو ده الملك. الملك كده بقى ليك بيت وليك زوجة كده وفي خادم بيخدمك، يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة تفتقد شكرا.
ان العبد يشكر نعم الله عليه سبحانه وتعالى عز وجل. وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين، يعني عالمي زمانهم. واما أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففضلها على العالمين الأولين والآخرين، آخر الأمم وخير الأمم وأول من يدخل الجنة وأكثر أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80 صفا، يعني كام؟ يعني التلتين. تخيل أهل الأمة دي في الجنة، الأمة دي في الجنة إيه؟ كام بقى؟ تلتين، تلتين أهل الجنة. ولكن الجنة صعبة المنال، لا تنال إلا بالجد والإجتهاد ومخالفة هوى النفس، فالله المستعان. فنحن في الدنيا لندخل الجنة فلنعمل عمل أهل الجنة، والله المستعان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.